حاجة تهز السيارة. يعدمني هالمليون، امي طلعت غسلته. طلعوا بنات مدارس لسه ما حلوا يصرفوا. قل لكم اخواتك شي شو يا؟ ليش مصرفين بكي؟ اماني كان عنده 5 حصص، امتى طلعت من الجامعة ومريت عليها. ايوه شو؟ لوين يا محول؟ عالمسبح. عالمسبح؟ الدنيا شتوية. مسبح شتوية فهيمة. ايه لكم، يعني مالك جاي على الغداء؟ ولا على العشاء. يلا ضوي. ضوي. يلا شباب. زين شو؟ حمش. امشي بطريقة. لك ان شاء الله بتسلمي لي. انت فظيع. كبستك. انت خراس. هاي البنت بدي اياها باي طريقه، بالخطف بالذوق بدي اياها. ما زين خلينا بشغلنا. نادي اهم من كل شغلنا. لك انا بعمري ما لاحت معي بنت لوحه وحده، هاي على شو شايفه حالها؟ لك يا اخي بلكي حابه واحد تاني. نزار هاي تاني وحده، الثالثه. عم نمزح ما زين، عم نمزح مو مبينه. اخرب بيتك انت، لك ما بتعرف انه بيغار عليها من الهواء الطاير. ما زين ما لها غير تلقطها وهي ماشيه لحالها بالشارع وما يكون في حدا، بتاخذها وبتحطها بالبنايه هيك وبتحصرها بالزاويه بتقول لها ليكي يا بصير رفيتي يا ما بدعسك في سيارتي. دخيلك على هالاقتراح، خلونا نروح على المسبح بلا ما نعكر مزاجنا. ايه صار زمان ما شفت رقيبي انا. وبالناقص منا يا ابو شمال، ايه والله دخانها بيهري رئتين هري. لك انا اخي ما بدخن يعني مثل عادي، بنفخ تنفيخ هيك يعني عرفت شلون؟ ايه ابو جمال. ايه معلش اطلع معنا شاكر وعزمي افندي. عزمي افندي معكم كمان؟ شو هي معكم ابو جمال؟ يعني انتوا 3 اعضاء بلجنه مبيعات. البركي وانت رئيسة. هي معناتها حنرجع لنفس القصه تبع ابريق الزيت، المشاريع والمناقصات وخلافه. هلا ليش انت هيك شكاك؟ نحن طالعين نتغدى مو نحكي بالشغل. اخي بطلع بتغدى ماشي حال، بس على شرط ما حدا بيدفع عني، كل واحد بيدفع عن حاله. طبعا يا ابو جمال مو هيك العادي؟ ماشي، انا حخبرهم بالبيت عشان ما يستنوني على الغدا مع انه عاملين سبانيخ. بشغلي بس بدون ما تزعل. يمكن لأنه حضرتك الشغل أخذ كل وقتك، ما عم تنتبه على أخي مازن. ليش شو مازن؟ يعني عجبتك حالته؟ شرفي ستي، هي أخته كمان مو عجبها حالته. يا بابا اليوم كان معه بسيارتك رفقاته موفق ونزار، هدول الاثنين ما في حدا بالحارة كلها بيطيقهم. ليش أخوك في حدا بيطيقه؟ سواقته لحالة كرهت الناس فيه. إيه لا بعطي السيارة لأنه هي اللي عم تفسده. ليش أنا بخاطري عم بعطيها؟ لك يا أمي عطاه السيارة لأنه ركبته عم توجع وصار يخاف يسوقها. ماما لا يسوقها بس لا يعطيها. بابا حطها بمرقاب المؤسسة لبين ما تطيب ركبتها. لك سمح له يسوق السيارة مشان يدور فيها على الزباين، يعني مشان يشتغله. هلا ماما معقولة وكالة قدها ودلقة ما عندهم سيارات للموظفين؟ والله إذا كان بدهم يعطوا لكل موظف سيارة ما بتوفي معه. هلا انتوا متاكدين انه مازن عم يستعمل السياره مشان شغله؟ يو طبعا مشان شغله، طبعا مشان شغله، واذا على نزار وموفق هدول بيشتغلوا معه بنفس الوكاله. طب شو رايكم انه كانوا رايحين على المسبح؟ على المسبح وبالشتاء؟ مسبح شتوي ودافي نيالهم. فخ بابا بسم الله الرحمن الرحيم. مديرك ابو مازن. ابو مازن امشي بابا. لا رح رجعت. لك رجعت بس قوية كثير. ماما خلينا ناخده على المستشفى. لا بابا لا ما في حاجة المستشفى هلا بتهدى. لا بابا رح احكي مع مازن لا ياخذك. لا الرحمن الرحيم. لك شوفيني عم اتحرك. والله قولي يا امي شو بدك. في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء ما في شيء. ماما ما يرد. عمره ان شاء الله ما يرد. اتصلي لي باب يوسف خليه يجيب سيارة وياخذني. لا بابا رح ناخذك يا دكتور اختصاصي. امي لك يلا يلا عم تهدى 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 تعال شوي 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 شوي. أول الرأس حنجلي وبعدين وحياتك الضرب ما راح يجي إلا على رأسك. والله لناكلك بلا ملح والله.
ماي رح نمشي وما عدا فتحت امه بسيرة. ايه إن بعض ظني اسمي بدك تصير شريف على قفا ظهورنا. اي والله اهلين بالشباب. بيت اهلين ابو جمال. امي يا امي اجي الله لا كان جاب الغد. ليش يا مازي؟ لانه ابوك كان محتاجك ضروري مشان توديه على المستشفى وحضرتك ما كنت ترد على الموبايل. شو صاير له؟ رجعت ركبته تنقز عليه. طالما عم تنقز وتروح وتجي ما في مشكله. تعي شوفي شو جايب لك. تعي شو هذا؟ هاي المكنسه اللي بتشتغل 100 شغله. هي اللي بتبيعوها بالوكاله؟ ايه لك انا امي عم نبيعها للناس. معقوله امي حبيبه قلبي ما يكون عندها وحده مثلها؟ لك هي لنا. لك ايه امي. إيه بس يا امي هي حقها بلاوي. يا امي شو بدك بحقها؟ انت ما بيغلى عليك شيء. تعالي عنك شو بتشتغل. اهلين ابو مازن. اهلين يا بي. اهلين. يلا قول مثل ما قالت لي امي. ليش شو قالت لك؟ قالت الله لا كان جاب الغلا. لا ما لها حق. كان لازم تقول. هلا طمني شو قال لك الدكتور؟ هلا لا تغيري الموضوع. ابنك مازن. شبو مازن يقبرني؟ شبو مازن؟ هي جاب لنا مكنسة من يلي بيطلعوا دعايتها بالتلفزيون. هاي اللي بتبيعوها بالوكالة؟ اي نعم. هاي هدية مني للبيت وهي كفالة لمدة سنة. ومنين جبت حقها؟ شغلك عنده بجيب لك كل المصاري؟ بابا بالتقسيط. معقولة احنا عم نبيع الزباين بالتقسيط ما يقسطوا له لموظف عنده؟ وشو المناسبة؟ ما في مناسبة. هاي المكنسة ضرورية للبيت. انت بتعرف كم شغلة بتشتغل؟ هاي بتمسح وبتنظف وبتشطف وبتعمل مساج لرجلك اذا بدك. ان شاء الله الف شغلة. عنا مكنسة وماشي حالها. اللي عنا زبالة قدام هاي. نعم. عفوا انا اسف. انا قلت لك اني محتاجك تصرف على البيت. لك بابا هاي ما لها علاقة بمصروف البيت. الناس كلها لازم تحوي هيك قطعة ونحن مو اقل من الناس. وانا مو قدرتي ادفع 120 الف ليرة حتى لو كانت بالتقسيط. ما بدي اياك تدفع شيء. انا بقسط من راتبي. وانا ما بقبل تدفع شيء بالبيت وانا عايش. لا اله الا الله. على كل انا تعبان رايح نملي ساعة زمان. لا في اذا لقيتك بالبيت بنحكي. معلش بابا الله يرضى عليك. لا تزعل من ابوك يا علي موجوع. طمني شو قال له الدكتور؟ ماما قال ما في شخص حالته لبين ما يصور ركبته رنين مغناطيسي. رنين مغناطيسي؟ لعمة هاي شغله بتخوف. مازن علمي كيف تشتغل هي لانه انا اللي مستلمه تنظيف البيت. مو بس انت لازم تتعلمي وانت كمان جمانه بركي مرضي. هلا فهمني بالاول ليش ما رديت علينا وقت اللي اتصلنا فيه؟ لانك كنت عامل الموبايل سايلنت. سامعاني ولادك شو عم يحكوا؟ ولادو عم يحلموا، شو صارت عنا السيارة يعني؟ لا كمان صارت، بس بالأول كنا نحلم نكون عنا تليفون، وشو هي عنا تليفون الحمد لله. إيه بابا الحمد لله يعني بس بصراحة، والله السيارة غير شكل. إيه والله. إيه والله غير شكل. اشكر ربكم، أهم شيء نعمة الصحة والعافية لك بابا. بابا، هلا هي قصة الصحة بقى بصراحة، يعني هذا بصراحة حكي الفقير. الفقير لما ما بيلاقي لا شغله ولا عمله يعملها بيقعد بيكسر على حاله وبيقول الله يديم الصحه. لك وصار عيب الحكي ما بيجوز بابا. عيب يعني هي الحقيقه. الحقيقه لك بابا ان الواحد لازم يبوس ايده ووشه وقف على نعمه الصحه والعافيه. ايه والله مليون سياره من شايفتيهم بالشارع ما بيعدوا خمس دقائق وجع للبني ادم. ايه والله. ايه خلاص اشكروا ربكم على نعمه الصحه والعافيه. منين بدها تجينا الصحه اذا عم تتكسر الجنينه من المشي؟ ايه والله. ايه والله انا ظهري عم يقصف قصف من المشي. شو ان شاء الله مفكرين اذا اشترينا سياره اللي حنقضيها مشاوير فيها سري مري؟ لكن شو؟ ايوه واشتغلكم انا بقى شوفير، يعني كانه لا شغل ولا عمي عندي. شو هي شوفير؟ انا لكن ليش طلعت شهاده السواقه؟ مو مشان ساعدك؟ يعني ما احلاك بكره مثلا واخذ لي معك سياره على الوظيفه ولك براسي انا بخدمك بوصلك معزز مكرم على الدوام وباخذ السياره وبروح فيها على جامعتي. ايه لا والله ما حزنت. لا لك مو لاشتريها بالاول مو ليرجعنا عمو المصاري؟ لا شو قلتوا لا؟ شو قال؟ انت قلتي لهم؟ لا طبعا ما قلت لهم بس هن سمعوا. سألهم اذا بدك. مظبوط امكن قلت لكم؟ مظبوط. شو؟ مو مظبوط. شو مظبوط؟
الشمس عولها لا تبني امالك على صحيح. يكون في جهاز من زهرة لا يشغل بالك، فحصتها امبارح.